أبدأ كلامي بتحية الإسلام. سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي أنت وهو وهي معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد. يا حبيبي مقطع اليوم ان شاء الله راح يكون اسألني. قبل فترة طلبتكم تكتبوا لي اسئلة على حسابي في الانستغرام، كتبتوا لي الله يعطيكم الف عافية والان راح اجاوب عليها. وبدون ما اطول عليكم نبدأ نجاوب على الاسئلة. السؤال الاول يقول هل انت ها كم مرة وات الحين الاغنية اللي بالمقدمة لها تكملة ولا بس كذا؟ واذا في تكملة نزلها احس بتطلع مرة حلوة. صراحة هي لها تكملة بس ما احس ان الوقت المناسب جاء عشان انزلها، بس كل اللي اقدر اقول لكم اياه ان الاغنية ما راح تكون بعيدة مرة، راح تنزل قريب. السؤال الثاني يقول كم تبلغ ثروتك المالية؟ بدينا لقافة. اوكي خلاص عشان لكم متابعيني وعشاني احبكم وانتوا تحبوني راح اقول لكم، بس خلوه سر بيننا ما تقولوا لحد كم عمر عنده فلوس. ثروتي يا جماعة الخير اكثر من ريال واقل من مليار ريال، اكثر من كذا ما اقدر اقول لكم. السؤال الثالث عمر انت امك عصبية ولا بس كذا تكتك في الفيديوهات؟ الصراحة يا جماعة الخير انا مرة احب امي بس هي دائما تضربني ودائما تعصب علي ودائما امي يا جماعة الخير احسن ام في الدنيا، طيبة وحنونة ما تضربني ابدا يا جماعة الخير. كم عدد متابعينك بالضبط؟ اتحداك بدون ما تقص المقطع. عدد متابعين يا جماعة الخير صراحة أنا ما أعرف بالضبط كم، لكن اللي أعرف إنه ما بقينا شيء على 2 مليون، يعني حوالي 1,940,000 نقول 1,940,000. خلوني أتأكد جتني لقافة. أوه والله مرة قريب يا جماعة الخير، مرة قريب 1,934,000، يعني تقريبا 1,940,000. ليش سميت قناتك ماكس اتش دي؟ شوف يا جماعة الخير عندي جوابين للسؤال هذا، جواب أقول لكم إياه كذا بيني وبينكم لأننا نمون على بعض، وجواب أقوله في اللقاءات الرسمية في القنوات لما أحد يسألني كذا يقول لي عمر لماذا سميت قناتك؟ أديله الجواب الثاني. الجواب اللي بيننا يا جماعة الخير أقول لك والله ما ادري كذا جاء الاسم في بالي عجبني واخترته. الجواب الثاني للناس اللي ما مون عليهم والناس اللي بسوي قدامهم حركات اقول لهم شوفوا يا جماعه الخير ماكس اتش دي، ماكس يعني اعلى المراحل يعني اخر مستوى، اتش دي وضوح اعلى مراحل الاتش دي، التنويع في المقاطع باعلى جوده اتش دي. الله عمر اتحداك تعرف معنى كلمه جك مجا بالعراقي. جك مجا جك مجا جك ابغى اتفلسف بس ماني قادر. اخوانا العراقيين افيدونا في الكومنتات ايش يعني جك مجا، ما ادري شو كم مجا ما ادري ايش تسموها. ان شاء الله ما تطلع سبه بس. ليش ما تصور مع بندريتا؟ انا ما عندي مشكله اتعاون مع اي يوتيوبر واصور معاه مقاطع، بندريتا انسان رهيب يوتيوبر مره كويس. تصدقوا في حاجتين مشتركه بيني وبين بندريتا، كلنا منوب في فورتنايت وكلنا عندنا خطه في فورتنايت عشان نفوز فيها. فإذا اتحدوا الخطتين عمر زرادية وفيش مان لايف واو بندريتا تعال انت مغني راب؟ طبعا انا مغني راب، تبوا تتأكدوا؟ هيتي سلام اسمي عمر زرادية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة واذا ما اشتركت راح تحس بمعاناة. يلا سلام.